أعزائي التلاميذ، عزيزاتي التلميذات، مرحبا بكم جميعا في حصة جديدة من حصص المرجع في الرياضيات للسنة الثالثة من التعليم الابتدائي. خلال هذه الحصة سنقوم بإنجاز تمارين الكراسة بالصفحة 29. وقبل أن نقوم بإنجاز هذه التمارين، سيقوم صديقكم يوسف بإنجاز مراجعة لدرس قياس الأطوال، فعلى بركة الله يوسف، صباح الخير. صباح الخير يا أستاذ. خذ قلمك اللبدية وقم إلى السبورة، ستقوم بداية بوضع هذه الأطوال في الجدول، ولكن حاول أن تنجز المطلوب ذهنيا في بداية الأمر. سوف لن تكتب هذه الأطوال في مكانها داخل الجدول، ولكن ستعتمد على ذاكرتك فقط. إذن اقرأ. اثنان ديسيمتر، سبعة سنتيمتر، كم فيها من سنتيمتر؟ اثنان ديسيمتر، سبعة سنتيمتر، تساوي كم من سنتيمتر؟ إذن كما تلاحظون أعزائي التلاميذ، أمامكم جدول وحدات الطول. سبقت الإشارة في حصة سابقة إلى المتر وأجزائه، فالوحدة هنا هي المتر، أجزاؤه هي الديسيمتر، السنتيمتر والمليمتر. إذن صديقكم سيحاول ذهنيا أن يحسب الخارج. إذن 2 ديسيمتر يوسف، 7 سنتيمتر، كم تساوي من سنتيمتر؟ 2 ديسيمتر 7 سنتيمتر يساوي 27 سنتيمتر. نعم، اكتب الجواب ثم تأكد. اكتب الجواب في مكانه. لقد قلت 2 ديسيمتر 7 سنتيمتر تساوي 27 سنتيمتر، والآن تأكد من جوابك. 2 ديسيمتر، كما تلاحظون أعزائي التلاميذ، 2 ديسيمتر 7 سنتيمتر تساوي كم من سنتيمتر؟ بالنسبة لي 7 سنتيمتر هي لا ينبغي تحويلها لأنها محولة سابقا. 7 سنتيمتر، سيقوم صديقكم بتحويل 2 ديسيمتر فقط. 2 ديسيمتر، أكتب 2 في عمود الديسيمتر وأحول إلى السنتيمتر. أنت مطالب عزيزي التلميذ بأن تحول 2 ديسيمتر إلى السنتيمتر. إذن 2 ديسيمتر أكتبها في عمود الديسيمتر وأضيف صفرا تساوي 20، وأضيف إليها 7، 7 سنتيمتر، ثم أجمع. هيا يا يوسف. 7 زائد لا شيء 7. صفر زائد سبعة، صفر زائد سبعة سبعة. نعم. اثنان زائد لا شيء اثنان. إذن اقرأ. 27 سنتيمتر، صحيح. إذن جوابك صحيح. إذن امسح ثم اقرأ. 6 متر، 8 ديسيمتر، كم تساوي من ديسيمتر؟ اقرأ. 6 متر 8 ديسيمتر كم فيها من ديسيمتر؟ لا، فكر أولا. إذن قلنا ستستعين على الإنجاز دون أن تقوم بوضع الطول في مكانه من الجدول. 6 متر، تخيل لو أنك كتبت 6 في عمود المتر، ستحول 6 متر إلى الديسيمتر، ثم تضيف إليها 8 ديسيمتر. إذن أجب يوسف، 6 متر،
يساوي 68 ديسيمتر. اكتب ثم تأكد من جوابك. 6 متر 8 ديسيمتر يساوي 68 ديسيمتر. نعم 6 متر ستحولها إلى الديسيمتر فتحصل على 60 ديسيمتر. 8 ديسيمتر نعم، اترك سطرا ثم اجمع. صفر زائد ثمانية ثمانية. صفر زائد ثمانية ثمانية. نعم. ستة زائد لا شيء ستة. إذا 60 ديسيمتر، 8 ديسيمتر تساوي كم من ديسيمتر يوسف؟ تساوي 68 نعم. ديسيمتر. وجوابك صحيح. نعم. آخر عملية. أربعة عشر مليمتر. لاحظ جيدا عزيزي المتعلم، أربعة عشر مليمتر. إذا وضعتها في مكانها المناسب من الجدول ثم قمت بوضع ثلاثة سنتيمتر في مكانها، إذا عليك هنا أن تحول ثلاثة سنتيمتر إلى المليمتر ثم تقوم بعملية الجمع. إذا هل توصلت إلى الجواب يا يوسف؟ نعم. ما هو جوابك؟ 14 مليمتر 3 سنتيمتر يساوي 44 مليمتر. يساوي 44. اكتب ثم تأكد. 14 مليمتر 3 سنتيمتر يساوي 44 مليمتر. نعم. والآن سيتأكد من صحة جوابه. لاحظوا أين ينبغي أن تكتب أربعة. أربعة عشر مليمتر أكتب أربعة أي رقم الوحدات في عمودي المليمتر ويليه واحد. نعم أربعة عشر مليمتر. ثلاثة سنتيمتر أكتب ثلاثة في عمود سنتيمتر ثم أحول إلى المليمتر. حول إلى المليمتر. نعم لا تنسى ذلك وإلا كان الجواب خاطئا. نعم اترك سطرا ثم اجمع. 4 زائد 0 4 1 زائد 3 4. نعم إذا 14 مليمتر 3 سنتيمتر يساوي 44 مليمتر. وجوابك صحيح. ممتاز. نعم امسح، ضع الممسحة وعد إلى مكانك. خذ قلمك الأزرق. نعم اقرأي التمرين الأول أو النشاط الأول. شارك محمد وبوبا في مباراة رمي الحلقات لزنو لنحدد الفائز بعد حساب عدد النقط التي حصل عليها كل منهما. نعم أعيد القراءة. شارك محمد وبوبا في مباراة لرمي الحلقات وهي ما نسميه بالفرنسية بليزانو الحلقات. لنحدد الفائز بعد حساب عدد النقط التي حصل عليها كل منهما. ما تلاحظون أعزائي التلاميذ محمد وبوبا هذان متباريان شاركا في مباراة لرمي الحلقات. الحلقات مفردها حلقة أنانو هذه هي الحلقات ليزانو. إذن لاحظوا جيدا هذا العمود يشير إلى الوحدات أو يمثل الوحدات وهذا العمود يمثل العشرات وهذا العمود يمثل المئات وهذا يمثل الآلاف.
إذن على بركة الله قم بإنجاز المطلوب يا يوسف. إذن عليك عزيزي المتعلم أن تبدأ بالمتباري الأول بمحمد، فتحسب عدد النقط التي حصل عليها، ثم تنتقل بعد ذلك إلى بوبا، فتحسب عدد النقط التي حصل عليها. بعد ذلك ستحدد الفائز، الفائز هو المتباري الذي حصل على أكبر عدد من النقط. إذن المسألة سهلة كما تلاحظون، محمد، إذن أكتب اسم هذا المتباري هنا محمد، بعد ذلك ستحدد عدد النقط التي حصل عليها هذا المتباري بالرجوع إلى هذه أو هذا التمثيل. لاحظ كما تلاحظون هذا عدد مكون من أربعة أرقام، رقم الوحدات، العشرات، المئات والآلاف. لاحظوا عدد الحلقات في عمود الوحدات، لاحظوا عدد الحلقات في عمود العشرات، عمود المئات وعمود الآلاف. كذلك الشأن بالنسبة للمتباري الثاني بوبا. إذن هل أنهيت الإنجاز يا يوسف؟ نعم أنهيت الإنجاز. نعم، إذن أجب شفويا قبل أن أصحح إجابتك. إذن ما هو عدد النقط التي حصل عليها محمد؟ عدد النقط التي حصل عليها محمد هو 3525. نعم، أرني ورقتك. كما تلاحظون أعزائي التلاميذ، هذا هو إنجاز صديقكم يوسف محمد. لاحظوا هنا هذا عدد مكون من أربعة أرقام، رقم الوحدات، رقم العشرات، رقم المئات ورقم الآلاف. إذن رقم الوحدات هو خمسة، بمعنى أن عدد الحلقات في عمود الوحدات هو خمس حلقات، صحيح. يليه رقم العشرات اثنان، بمعنى هناك حلقتان في عمود العشرات. رقم المئات هو خمسة، بمعنى أن هناك خمس حلقات في عمود المئات. يليه رقم الآلاف ثلاثة، أي هناك ثلاث حلقات في عمود الآلاف، بمعنى النقط التي حصل عليها محمد 3525 نقطة. بالنسبة لبوبا، رقم الوحدات في هذا العدد هو اثنان، بمعنى أن بوبا سجل نقطتين في عمود الوحدات، أي هناك حلقتان في عمود الوحدات اثنان. يليه رقم العشرات خمسة، بمعنى أن هناك خمس حلقات في عمود العشرات، واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة. رقم المئات وأربعة، بمعنى هناك أربع حلقات في عمود المئات. يليه رقم الآلاف ثلاثة، هناك ثلاث حلقات في عمود الآلاف. إذن جوابك صحيح يا يوسف. والآن ننتقل إلى التمرين الموالي. التمرين الأول، أمثل الأعداد التالية في الجدول. كما تلاحظون أعزائي التلاميذ هناك جدول مكون من أربعة أعمدة، عمود الوحدات، عمود العشرات، عمود المئات وعمود الآلاف، ولديكم مجموعة من الأعداد، أربعة أعداد. حاولوا أن تكتبوا كل عدد في مكانه. بالنسبة للعدد الأول 75، هذا هو الحيز المخصص لكتابة هذا العدد 75. 985، 1004، وأخيرا 1296. إذن على بركة الله اشرع في الإنجاز يا يوسف. إذن هذا التمرين لا يحتاج إلى كثير من التفكير. التمرين الأول، أمثل الأعداد التالية في الجدول، بمعنى
أنك مطالب عزيزي التلميذ بكتابة كل عدد في مكانه المناسب، بمعنى عليك أن تكتب هذا الرقم، رقم الوحدات في مكانه ورقم العشرات في مكانه. إن هذا عدد مكون من رقمين، العدد الثاني 985، هذا عدد مكون من 3 أرقام، رقم الوحدات، رقم العشرات، رقم المئات. العدد الثالث 1004، عدد مكون من 4 أرقام، رقم الوحدات، رقم العشرات، رقم المئات ورقم الآلاف. وكذلك الحال بالنسبة للعدد الأخير، الوحدات، العشرات، المئات والآلاف. إذن هل أنهيت إنجاز يا يوسف؟ نعم أنهيت الإنجاز. ناولني ورقتك لأصححها. إذا تلاحظون أعزائي التلاميذ إنجاز صديقكم يوسف 75، 5 هو رقم الوحدات، يليه 7 رقم العشرات، 985 أكتب 5 في عمود الوحدات، يليه 8 رقم العشرات، يليه 9، 1004 أكتب رقم الوحدات واتبعه برقم العشرات 0، يليه رقم المئات ثم رقم الآلاف، 1296 رقم الوحدات 6 أضعه في عمود الوحدات، 9 هو رقم العشرات أكتبه في عمود العشرات، 2 هو رقم المئات أكتبه في عمود المئات ثم أتبعه برقم الآلاف وهو 1. إذن جوابك صحيح يا يوسف، خذ ورقتك. ننتقل إلى التمرين الموالي، اقرأ يا يوسف. أكمل تفكيك العدد 1000. أكمل تفكيك العدد 1000. إذن قم بالإنجاز. إذن لابد من التفكير، عليك ألا تتسرع في الإنجاز عزيزي التلميذ. فألف هو 999 زائد، بمعنى إذا أضفت عليك بإضافة عدد إلى 999 للحصول على ألف. ألف هو 999 زائد، لك عدد ناقص. هنا أيضا ألف يساوي 500 زائد، وهنا ألف هو 900 زائد كم، وهنا ألف يساوي 950 زائد. إذن عليك بالتفكير عزيزي التلميذ قبل أن تباشر عملية الإنجاز. إذن هنا كما تلاحظون ألف هو 10 مئات، أو 10 مئات هي 1000. 10 مئات، 100 زائد 100 زائد 100 زائد 100، 10 مئات. وألف هي 110، 110 أي 100 في 10. إذن 100 إذا ضربت في 10 تكتب 100 وتضيف إليها صفرا، إذن 1000 هو 110، 1000 هو 10 مئات. إذن هل أنهيت الإنجاز يا يوسف؟ نعم أنهيت الإنجاز. نعم سلمني ورقتك كي أصححها. نعم 999 زائد 1 يساوي 1000، صحيح، أو نقول بعبارة أخرى 1000 يساوي 999 زائد 1، 1000 يساوي 500 زائد 500. نعم 1000 يساوي 950 زائد 50، ممتاز. وأخيرا 1000 يساوي 900 زائد 10، صحيح. إذن ننتقل إلى التمرين الثالث والأخير، اقرأ. أصل كل عدد بالتمثيل المناسب. أصل كل عدد بالتمثيل المناسب. كما تلاحظون أعزائي التلاميذ أمامكم 4 أعداد أو 4 بطاقات، البطاقة الأولى، البطاقة الثانية، البطاقة الثالثة، البطاقة الرابعة، 4 أعداد. وفي الأعلى هناك أعداد ممثلة، إذن
هذا عدد ممثل. لاحظوا عدد الوحدات، العشرات، المئات والآلاف، هذا تمثيل. إذن أصل كل عدد بالتمثيل المناسب باستعمال المسطرة بطبيعة الحال وقلم الرصاص، أو المسطرة والقلم الأزرق الجاف. هل فهمت المطلوب؟ نعم فهمت المطلوب. إذن خذ قلمك الأزرق وخذ مسطرتك وفكر قبل أن تصل كل عدد بالتمثيل المناسب، لا بد من التفكير. إذا لاحظوا أعزائي التلاميذ، هذا عدد إذا طلب منك أو إذا طلبت منك قراءته، إذا طلب منك الأستاذ أن تقرأها هذا التمثيل أو هذا العدد، يمكنك أن تتناول قلم رصاصك، قلم الرصاص، فتكتب عدد الوحدات. هنا ثلاثة، العشرات صفر. إذا تذكر جيدا، ثلاثة صفر، ثلاثة ثلاثة. إذا ما هو العدد؟ العدد هو 3,303. إذا ستبحث عن هذا العدد ثم تصله بهذا التمثيل. التمثيل الموالي 3,000، 13، 3 وحدات. أعيد، 3,000، 13، 3 وحدات. لاحظوا جيدا، ليست هناك مئات. إذن يمكنك أن تأخذ قلم الرصاص وتضع 4 نقاط، نقطة تمثل الوحدات، نقطة تمثل العشرات، النقطة الثالثة تمثل الوحد المئات، والأخرى تمثل الآلاف، ثم ضع كل رقم في مكانه. 3,000، تضع 3 في نقطة الآلاف، 3، 3 عشرات، تضع 3 في نقطة العشرات، و3 وحدات، لاحظوا المئات، تضع صفرا، ثم تبحث عن العدد كي تصله بهذا التمثيل. لاحظوا جيدا أعزائي التلاميذ، هذا العمود يمثل الوحدات، هذا العمود يمثل العشرات، هذا يمثل المئات، وهذا يمثل الآلاف. إذن لاحظوا جيدا، ما هي الملاحظة؟ الملاحظة هي أن هذا العدد مكتوب بشكل مائل. إذا أردت أن تتعرف على هذا العدد، إما أن تتعرف عنه بجمع الوحدات فتقول 0+3 = 3، 0+3 = 3، 0+0 = 0، 3+3 = 3، فتحصل على العدد 3,033. إذن ثم تصل هذا التمثيل بالعدد. آخر تمثيل هو 3,003. إذن هذا عدد مكتوب بالحروف، ابحث عنه بالأرقام ثم صله. هل أنهيت الإنجاز يا يوسف؟ نعم أنهيت الإنجاز. نعم، ناولني ورقتك. إذن لاحظوا لنصحح أعزائي التلاميذ إنجاز صديقكم يوسف. لاحظوا العدد أو التمثيل الأول، التمثيل الأول سنحاول كتابته قبل أن نقوم بوصل التمثيل بالعدد. إذن كما قلت لكم، إذا أعددت هذه الكويرات حصلت على 3، إذن هناك 3 وحدات. العشرات لا توجد كويرة، 0. المئات 3. الآلاف 3. إذن اقرأوا هذا العدد من فضلكم. نعم صحيح، 3,303. إذن هل توفق صديقكم في وصل التمثيل بالعدد؟ نعم، والجواب صحيح. التمثيل الثاني 3,000. نعم 3,000، هذا هو رقم الآلاف، 3,000. 3 عشرات، صحيح 3 عشرات. 3 وحدات، ها هي الوحدات، إذن لا توجد مئات، إذن صحيح 3,033. العدد الموالي أو التمثيل الموالي 3,033. نعم 3,033، لقد تمكن صديقكم من
وصلي هذا التمثيل بالعدد نعم المناسب. 3003، إن تتبع هذا الخط 3003، 3003 والجواب صحيح. هذا العدد 3333. لماذا لم يصل في نظركم، لماذا لم يصل صديقكم هذا العدد بما يمثله؟ لماذا؟ لا يوجد تمثيل لهذا العدد. لماذا لم تقم بوصل هذا العدد بما يناسبه؟ لا يوجد تمثيل له. نعم صحيح، 3333. وبهذا أعزائي التلاميذ نكون قد أتينا على نهاية هذه الحصة. دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء. وقبل أن أودعكم أوصيكم بمراجعة دروسكم خلال أوقات الفراغ. لا تضيعوا أوقاتكم في اللعب أو في التفرج على التلفاز. لا بد من أن تخصص عزيزي التلميذ بعض الوقت لإنجاز تمارينك ولمراجعة دروسك. وإن لم يطلب منك أستاذك وإن لم تطلب منك أستاذتك بأن تراجع، فلا بد من القيام بعمل يفيدك. إذن إلى هنا نأتي على نهاية هذه الحصة. دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء. إلى اللقاء.